اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مطبخ نيفين مع بوابة اخبار اليوم. اهلا بيكم، انا الشيف نيفين عباس. النهارده هنقدم لكم حلقة جديدة بطريقة عمل سلطة الرنجة، وسلطة الرنجة هي الطبق الثاني على السفرة في شم النسيم بعد الفسيخ. طبعا الفسيخ هو الحاضر على السفرة كلها، لكن الرنجة برضو مفيش غنى عنها. هنيجي للمكونات بتاعة الرنجة. عندنا هنا رنجاية، بس انا ولعت العين بتاعه البوتاجاز من فوق ومشيتها كده عليه، بقت بالشكل ده كده زي ما انت شايفه كده. وعندنا بقى مكونات السلطه بتاعه الرنجه. عندنا زيتون متقطع، طماطم متقطعه، فلفل حامي، وبصل اخضر متقطعين. ممكن تستخدمي بصل ابيض او البصل العادي بتاع الطبخ. الرنجه فيها مشكله، البطنوف بتاعها سواء كان خرز او لبانه، في ناس ما بتحبش شكله وما بتحبش تقطعه في السلطه، ويعني ما بتحبش بتقرف منه. احنا عشان نحل المشكله دي انا هعمل لكم حاجه بسيطه جدا. في صوص الرنجه ده انا اللي عاملاه، يعني دي على طريقتي انا. بناخد البطروخ بتاع الرنجه سواء كان لبانه او خرز، ونحطه مع مايونيز. ده مايونيز مع طحينه، معلقتين كبار طحينه مع نص كوبايه مايونيز وشويه من الهوت صوص، ونضربهم كلهم في الكبه مع بعض. بيبقى طعمه حلو جدا، وممكن تضيف له فص ثوم، الموضوع اختياري. لو في ناس ما تحبش طعم الثوم، في ناس بتحبه. هنيجي الاول للسلطه بتاعه الرنجه، هنبتدي يعني بيها هي الاول. نجيب هنا كده سكينه، الموضوع بقى محتاج شويه عنف. هنقطع الراس من هنا كده، ونقطع الديل، ده كده. من هنا هنيجي نشيل دي بايدك كده اهي، الجزء ده احنا مش عايزينه. وهنيجي هنا نقطع كده السكينة، نروح اهو. ده هو البطروخ بتاع الرنجة، هنطلعه هنا اهو بالشكل ده كده. ننضف طبعا البطن كده من عليه اهو. طبعا الرنجة برضو من الحاجات اللي هي زي التونة، ما ينفعش ان انتي تعمليها وتركنيها في التلاجة كتير. نفتح كده فتحة بسيطة، افتحي بايدك اهو. السلسلة بتاعة الظهر نطلعها عشان هي دي اللي فيها الشوك كله. كده نسلكها من اللحمة بتاع الرنجة. كده هنيجي بقى نقسمها نصين. القشر بتاع الرنجة ده في ناس بتشيله وفي ناس بتسيبه، الموضوع اختياري. يعني احنا ممكن نشيله وممكن نسيبه. هنيجي بس ايه نكحت كده شوية البطن دي، الجزء ده نقطعه كده، نتخلص من اي حاجة فيه. ده في شوكة اهو هنا، نشيله برضو اللي بيبقى في البطن، يعني طبعا محدش عايز ياكل يعني رنجة وفيها شوك. نكرر نفس العملية مع الناحية التانية. نيجي كده والشوك هو في السكينة، احنا نطلعه كده الأول بإيدينا شوية، نعمل لها مكان كده ونكحت بقى بالسكينة. خلي بالك ايدك طبعا وانت بتعملي. الجزء بتاع البطن ده كله كده نقطع بقى الرنجة قطع بالطريقة بالحجم اللي انت عايزاه كده. احنا كده
كده قطعنا اهو الرنجة بالشكل ده، هنجيب بقى الطبق اللي احنا هنقلب فيه عشان هي محتاجة طبق واسع ان احنا نعمل فيه. هنحط الرنجة وهنحط الزيتون البصل والفلفل الاخضر الحامي، طبعا هنا عشان مدير التصوير مبيحبش الحامي فاحنا طلبناه وحطينا الفلفل كله. عندنا الطماطم المتقطعة كده كله مع بعض والرنجة، هنجيب شوية زيت شوية خل، وفي ناس بدل الخل بتحط عصير ليمون، الموضوع راجع ليكي. نقلب كده بالشكل ده كده، نجيب بقى طبق التقديم ونحط فيه سلطة الرنجة اللي احنا عملناها دي، شكلها جميلة جدا من الاطباق اللي هي يعني مش في شم النسيم، لا هي طول الوقت حاضرة على السفرة، بس احنا طبعا المصريين في شم النسيم بقى بيبقى الوضع مختلف شوية. دلوقتي بقى هنيجي للبطروخ اللي انا قلتلك عليه بتاع الرنجة. عندنا هنا الكبة، نحط البطروخ هنا، المايونيز مع الطحينة، نحطهم كده بالشكل ده. زي ما قلنا في ناس بتحط توم وفي ناس ما بتحطش. هوت صوص برضه، ده ما تقبلش قوي منه عشان ايه بيخلي الحاجه حاميه قوي يعني. حط كده ونضربه كده ضربة خفيفة. الشكل ده كده نجيب بقى الطبق اللي هنحطه فيه. بص على الدنيا بس عشان دي هنطلع دي. وعلى فكره في ناس دايما السكينه دي تخلي بالك منها قوي، لان ناس كتير اتعورت بسببها. بتيجي مثلا تحطي تبقي مثلا بتعملي عجينه او اي حاجه تحطي ايدك فيها تلاقي السكينه يعني بعد الشر يعني عملت مشكله، واحنا مش عايزين مشاكل. انت واقفه تطبخي في المطبخ هتطبخي بحب كده وسعيده وفرحانه، فمش عايزين بقى ايه دوشه وايه حاجه يعني وحشه، ربنا ما يجيب حاجه وحشه لحد. بس كده ده مش مقتصر ان انت تقدميه بس مع الرنجه، ده ممكن تقدميه مع اي حاجه اهو كده بالشكل ده كده اهو. يبقى احنا كده اتخلصنا من المشكله بتاعت الصوص اللي ما بيحبهاش الناس كتير البطروخ بتاع الرنجه، وكده عملنا صوص من البطروخ بطريقه جديده ان شاء الله تعجبكم، وجربوها وقولوا لي رايكم ايه. وسلطه الرنجه والف هنا وشفا. ودي كانت حلقتنا للنهارده، ان شاء الله اشوفكم في الحلقات الجايه مع مطبخ الشيف نيفين وبوابه اخبار اليوم. الى اللقاء.